الانحياز هو حكم مسبق يلائم ما تعتقده يؤثر على قراراتك بالرفض والقبول، فاحذر مما تعتقد وادرس قراراتك جيدا. نستكمل معكم أوجه التحيز المعرفي. النوع السابع منه وهو التحيز الاعتمادي، وهو الاعتماد على جزء واحد من المعلومات تميل نفسك إليه وغض الطرف عن المعلومات الأخرى، كأن تشتري سهماً لسعره المناسب دون مراعاة العوامل الأخرى مثل اتجاهات الصناعة والظروف الاقتصادية وإدارة الشركة. النوع الثامن وهو انحياز تجنب الخسارة، ويعد ميل بشري طبيعي لتجنب الخسائر، ولكن تذكر بأن الاستثمار هو لعبة المخاطرة والمكافأة، فلا تضع نفسك دائماً مع أولئك الذين يفضلون تجنب الخسارة على السعي إلى فرص الربح. تابع معنا المزيد والمزيد من أوجه التحيزات المعرفية.